إن المحروم من حرم الذكر. شاب أخطأ مع فتاة وحملت، هل يصح أن يتزوجها وهي حامل؟ الأحناف يجوزون ذلك إذا لم تكن هي متزوجة طبعا، وكان الولد الذي في بطنها منه بإقراره واعترافه وإقرارها واعترافها، ولم يكن هناك منازع، جاز أن يتزوجها، تقدم لأهلها يزوجونها. الورد عند البيهقي سند فيه التابعي يحتاج إلى مراجعة أقوال العلماء فيه، أن رجلا كان متزوجا بامرأة لها أولاد من رجل، لها بنت من رجل قبله، يعني هو زوجته ماتت أو طلقت وعنده ولد من زوجة غيرها، ففجر الغلام بالجارية فجلدهما عمر وحرض الغلام على الزواج بالجارية فأبى الغلام.